السلام عليكم اخوان، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما غنبدا شوف انت اللي خيار عربي، شفتي هادشي بالفرنسي بغيتي تخرج من الفيديو ياك؟ لا غنشرح العربيه والبيوف بجوج. شوف عارفك شفتي الطابلو تخلعتي، راه هذا هو التلميذ المغربي، راه ملي كيشوف الطابلو عامر كيتخلع. لا ما تخلع ما والو، كنوعدك بواحد الحاجه باللي غنسالي هاد لا فيديو غادي تكون فاهم شي حاجه سميتها انقسام اختزالي، فاهم شي حاجه سميتها لا ميوز. غير تبا معايا دقه عارف عينيك مشاو للصبوره تخلعتي، خفتي شنو هو التخربيق؟ شنو هو شي فرنسا انا ما قريتوش حتى بالعربيه؟ لا الاخوان عادي شوف ثق بيا حتى غادي تخرج فاهم دقه هادشي، غنتم غادي معاك دقه صافي. يلا الاخوان واخا تكون بلو غادي تفهم معاه. الانقسام الاختزالي اللي هو لا ميوز، هذا الاخوان اللي هو الاساس ديال الطرس. سالينا مع الانقسام غير مباشر، دابا غندخلوا واحد الانقسام اختزالي اللي هو لا ميوز. عرفنا باللي الانقسام غير مباشر اشنو كاين فيه الاخوان؟ كاين فيه اربعه الاطوار، يعني الميتوز فيه اربعه الاطوار كات فاز. كاين عندنا البروفاز، الميتافاز، لانافاز، تيلوفاز، التمهيدي، الاستوائي، الانفصالي، النهائي. صافي هادشي اللي عارفين. اما دابا دخلنا لاميوز فيه 8 ديال الاطوار، ثمانيه ديال الاطوار الاخوان، يعني الانقسام الاختزالي 8 ديال الاطوار. كاينين الربعه زائد ربعه، ربعه الاطوار زائد ربعه الاطوار. ربعه الاطوار الاولين كنسميهم الانقسام منصف اللي هو ديفيزيون ريديكسيونيل. هاد ربعه الاطوار الاولين كاين فيهم التمهيدي الاول، الاستوائي الاول، الانفصالي الاول، النهائي الاول. البروفاز 1، الميتافاز 1، لانافاز 1، تيلوفاز 1. الانقسام الثاني اللي هو الانقسام التعادلي، ديفيزيون ايكواسيونيل. كاين عندنا بروفاز 2، ميتافاز 2، لانافاز 2، تيلوفاز 2. ساهل الاخوان غير تبع معايا. غنبداو بالانقسام المنصف هو الاول، واش هو فحال اش عطي المميزات وداكشي، تبع معايا. بالنسبه للانقسام المنصف الاول شنو عندنا؟ هذا اللي بالكحل، شنو كنسمي هذا اللي بالكحل؟ كنسميه سيبغي، واللي بالزرق كنسميه سيبغي تاو. ولكن هذا كامل اشنو كنسميه؟ هذا كامل عنده بالعربيه ربعات السميات، بالعربيه عنده ربعات السميات، وحده فيهم اختارها واللي قالوا لك قول لي باه. يا اما هاد الربعه يعني هادو كنسميهم بلاش نكتبو بالكحل باش يبان، كنسميه اخوان متماثلان ولا متماثلان ولا رباعيات يعني ربعات سيبغيات ولا ازواج. يا اما اخوان خوش معانقين، متشابهان سبغي كيشبل سبغي، رباعيات ربعات سبغيات، ازواج شي في شي يعني سبغي في سبغي. عاد ربعات سميات فحال فحال اللي عجبك قول عليهم. الناس ديال البيوف اشنو سميتهم؟ ما عندهم سميه وحده، لي كروموزوم اومولوغ. كروموزوم اومولوغ متشابهان ولا متماثلان، لي كروموزوم اومولوغ. دابا اهم حاجه خاصك تفرق، اهم حاجه خاصك تفرق معايا دابا هي الفرق ما بين هذا وما بين هذا وما بين الرباعي. هذا سوبيغي كروماتيد، هذا كروموزوم، وهذا كروموزوم اومولوغ. هذا سوبيغي سبغي، رباعيات او ازواج. مزيان واخا، شحال عندي من رباعيات هنا؟ جوج رباعيات، جوج ازواج. وشحال عندي من سبغي؟ الصيغه السبغيه هي دوزان كتساوي ربعة، دوزان كتساوي ربعة، واحد، جوج، ثلاثة، ربعة، دوزان كتساوي ربعة، ثنائي الصيغة السبغية. التمهيدي الأول مميزات، الناس ديال العربية عادي، شنو نقولوا؟ تموضع الرباعيات بشكل عشوائي، دير بوز وكل لقطة من اللي نقولها لك كتبها، ولا تفرج في الفيديو من تعاود تكتب الملخص ديال حق الملخص راه غادي نحطه لكم، غادي نحطه لكم في الانستغرام. بروف البخاري 37، كاين اللي غيتفرج في الفيديو حتى شهر 6 وهذاك فين غيلقاه. واخا غادي نلوحو بوست بروف البخاري 37 وغادي نخلي لكم اللي
في لا ديسكريبسيون. ما علينا. التمهيدي الاول شنو كنت بنقول؟ تموضوع الرباعيات بشكل عشوائي. كوندونساسيون دي كروموزوم هوموروب. يعني متموضعين بواحد الشكل عشوائي مخربقين. ها هما المميزات ديال البيوف، المميزات ديال العربيه، تموضع الرباعيات بشكل عشوائي. هذه المرحله كتكمل المرحله ديال الاستواء الاول. شوف معايا الاستواء الاول ميتافاز 1، عندنا الرباعيات تحطوا على خط الاستواء ولاو مستشفين على خط الاستواء بحال هكا، يعني على الصفيحه الاستوائيه. تموضع الرباعيات على خط الاستواء وظهور النجيمتين القطبيتين. تموضع الرباعيات على خط الاستواء وظهور نجيمتين القطبيتين. Les paires chromosomes homologues sont disposées sur le plan équatorial de la cellule. يعني تموضع الرباعيات للصبغيات المتشابهان على الصفيحة الاستوائية. مزيان. الانفصال الأول، هذا الرباعي انفصل من النجيمة القطبية كتجر الفوق والنجيمة القطبية التحتانية عليه كتجر التحت، غادي ينفصلوا غيولي الصبغي الفوق والصبغي التحت. يعني غادي يطرا يعني انفصال الرباعيات إلى صبغيات. انفصلوا لنا الرباعيات إلى صبغيات، يعني سيباراسيون اي ميغراسيون، يعني الهجرة القطبية، ميغراسيون دي كروموزوم هومولوغ فيغ شاكا دي بول دو لا سيلول، يعني هاجروا نحو قطبي الخلية. انفصلوا سيباراسيون اي ميغراسيون دي كروموزوم هومولوغ فيغ شاكا دي بول دو لا سيلول. ندوزو النهائي الاول. شوف لا فيديو قبل تحبس ونكمل. واخا تيلوفاز النهائي الاول شنو قعدنا؟ وقعدنا واحد الاختناق استوائي، وحده كتجر الفوق وحده كتجر لتحت، يعني غتبوق من الوسط، غادا تقج. خلاها مسيو كاليبسي عماد، انقجاج. تحيه لعماد كاليبسي. واخا يعني طرا عندنا واحد الاختناق استوائي الاخوان، طرا عندنا واحد الاختناق استوائي. تقجات لينا من هنا من الوسط، جوج هاد جوج صبغيات طلعوا الفوق وجوج صبغيات تحتانيين هبطوا لتحت. هاهم ولات عندنا لهنايا دوزان كتساوي جوج، دوزان كتساوي جوج. يعني غنقولوا الحصول على خليتين بنتين انطلاقا من خليه ام. الحصول على خليتين بنتين يعني ديفيزيون دي سيتوبلازم، اختناق استوائي et formation de la cellule haploïde. Et formation de la cellule haploïde. C'est l'inal l'inqisam monasaf, le réductionnel. Chnou ki talbou minna rayda? Li ki talbou minkoum l'ikhwan, houa tersam l'istiwa l'awel ou l'infisal l'awel. Ou la ki yatik souwar mijhariya, hadchi ghadi nkhdem ma'a nnas fi l'ard, yani souwar mijhariya dial tal l'infisali. وانت غتغلط ما تعرفي واش الطول الانفصالي سامبل، يعني دا انقسام غير مباشر يعني ديال لا ميتوز، ولا الانفصالي الاول ولا الانفصال الثاني وغتخربق. يعني خاصك تخدم بزاف ديال التمارين باش ما تدوخش. واخا شوف معايا، سالينا الانقسام منصف، غندوزو الانقسام التعادلي. خاصك تعرف باللي الانقسام التعادلي نفس الشيء نفس الشيء ديال الانقسام غير المباشر، هو نفسه ديال الميتوز، غير هو في الميتوز عندنا خليه وحده، يعني في الانقسام غير المباشر عندنا خليه وحده، لهنا عندنا خليتين. شوف من غنسالي النهائي الاول راه ما غنبداش من التمهيدي الاول، هذا النهائي الاول غنكمل التمهيدي الثاني. هاد جوج خليتين ها هما غنحطهم هنا. شوف هادشي، استوعب هادشي مزيان. استوعب هي 3 وعب زائد 3 وعب هي 6 وعب. هاد جوج ها هم، يعني التمهيدي الثاني نفس المميزات ديال الانقسام غير المباشر. تموضع الصبغيات بشكل عشوائي. رايضة باش غنعرفوا، باش غيعرف الاستاذ واش ديال الانقسام غير المباشر ولا ديال الانقسام التعادلي في الانقسام الاختزالي.
يعني غتقول ليه تا موضوع السبغيات بشكل عشوائي بالنسبة للخليتين، دير بين قوسين ودير بالنسبة للخليتين، يعني لي كروموزوم سون ديجا كوندونسي اي ريبليكي، باقي مخربقين. زيد الاستوائي ثاني الميتافاز دو، هادو غادي يولوا على خط الاستواء وهادو غيولوا على خط الاستواء. لي كروموزوم سالين اون نوفيل فوا ا ليكواتور دو لا سيلول، يعني تموضعوا من جديد على خط الاستواء. تموضع السبغيات على خط الاستواء بالنسبه للخليتين، كتكتب معايا البلو ياك كتكتب فوالا، يلا خليك معايا نشوف. شوف راه شفتك بحال اللي نعستي شويه رفيقه صاحبي، فيقه معانا راه الفيديو راه باقي طويل شويه، خليك معايا خليك اكتيف اخويا، عندك امتحان وبغينا نجيبو فيه مزيان ونفرحو ديك المهم. يلا خليك معايا ندوزو الانفصال الثاني، انفصال الصبغيات الى صبغيات، نفصلوا لنا الصبغيات ولو صبغيات بالنسبه للخليتين. لي كروماتيد دو شاك كروموزوم سو سيبارون اي سو ديريجون شاكان فيغ ان بول دو لا سيلول، يعني كل واحد كل كروموزوم نفارق لنا الكروموزوم ولا كروماتيد، كل كروماتيد هاجر لنا نحو قطبي الخليه. هل مميزات الناس ديال البيوف، المميزات الناس ديال العربيه انفصال صبغيات الى صبغيات. النهائي الثاني هادي غادي تقجم الوسيط، راه الاختناق استوائي ديفيزيون سيتوبلازم وهادي ديفيزيون سيتوبلازم، هادي ها هي وهادي ها هي، يعني غادي نقولوا ديفيزيون دي سيتوبلازم اي فورماسيون دو 4 سيلول ابلويد ان شحال كتساوي 2، ان كتساوي 2 حيت احادي ابلويد احادي ان كتساوي لينا 2، ان كتساوي 2 ان كتساوي 2، يعني اختناق استوائي والحصول على اربع خلايا احاديه الصيغه الصبغيه. ديفيزيون دي سيتوبلازم فورماسيون دو 4 سيلول ابلوي. اخوان هادشي راه باسل، متفقين؟ فوالا كيف ما قلت لك عندنا 8 الاطوار في الانقسام الاختزالي في لاميوس، عندنا هادشي اللي كاين. اشنو غيطلبوا منا رضا في السؤال؟ السؤال يا اما غادي يقول لك رسم الاستوائي الاول ولا الانفصالي الاول، ولا الاستوائي الثاني ولا الانفصالي الثاني، وانت خاصك تكون على بال. اللي قال لك كتب خرج اخويا، يعني ما تزقل لي حتى شي نقطه، انا خدمش معاك دابا ومازال غنخدموا لي لايف في بروف البخاري 37 باش نشوفوا كاع لي زانفورماسيون اللي غادي نحتاجو نهار الفرد ولا نهار الوطني في حاله الى تحط انقسام اختزالي. مزيان دابا شوف معايا، الا بغينا نعرفوا التعريف ديال انقسام اختزالي لاميوس بيني وبينك، نهار الفرد غادي تلقى داير بحال هكا ايها الاخوان، غادي تلقى الانقسام الاختزالي ولاميوس داير بحال هكا وخاصك تجاوب. كيفاش؟ ساهل، عقل معايا على التعريف. الانقسام الاختزالي هو مجموع، الناس ديال العربي هما الاولين، هو مجموع انقسامين متتاليين، انقسام منصف وانقسام تعادلي. هو مجموع انقسامين متتاليين، انقسام منصف وانقسام تعادلي، ويمر من 8 اطوار، كيمر لينا من 8 اطوار. مزيان واحد الجمله غنعطيها لك دابا، لان شحال كانت عندنا دوزان كتساوي 4، دوزان كتساوي 4 على 2 شحال تولي؟ دوزان كتساوي 4 على 2، 2 على 2 خوكم بلوه في الماتش ماشي مشكل، 2 على 2 هي 1 يعني ان، 4 على 2 2 يعني ان كتساوي 2، دوزان تساوي 4 على 2 هي ان كتساوي 2 ياك. يا سبحان الله خلق من الشبه 40 الاخوان، ها هي ان كتساوي 2، يعني واحد الجمله غنقولها لك واستوعب معايا مزيان، حيث يعمل على اختزال الصيغه الصبغيه الى النصف، كيختزل لنا الصيغه الصبغيه الى النصف. شنو هو الانقسام الاختزالي؟ ديما كيختزل الصيغه الصبغيه الى النصف، والاختزال شنو كيدير؟ يعمل على استرجاع الصيغه الصبغيه،
يعني استرداد الصيغة الصبغية، يعني كي ريكيبيري لا بلويدي. أما الانقسام اختزالي لا ميوز، يعني أشنو كيدير؟ يعني كيدوز من ليطا ديال الديبلويد دوزان، وكيرجع لينا كيرجع لينا ليطا ديال ابلويد اللي هي ان كتساوي جوج. ان كتساوي جوج. نكتبوا التعاريف ديال الانقسام الاختزالي الاخوان، واجي نشوفوا التعاريف لي ديفينيسيون ديال الانقسام الاختزالي ولاميو اللي هو نفسو لاميوز ناس ديال البيو. الانقسام الاختزالي هو مجموع، شوف راني كنحفظ فيك، الا كنتي باغي تحفظ تهنا تخرج من هاد لا فيديو كندير معاك الخدمه ديال السونتر. يلا عقل معايا خويا. الانقسام الاختزالي هو مجموع انقسامين متتاليين، انقسام منصف وانقسام تعادلي. مزيان، شحال فيه من اطوار؟ حيث يمر من 8 اطوار، 8 ديال الاطوار. مزيان، ويعمل على اختزال الصيغه الصبغيه الى النصف، ويعمل على اختزال الصيغه الصبغيه الى النصف. لاميوز est une succession de deux divisions cellulaires. يعني هو تعاقب انقسامين خلويين. est une succession de deux divisions cellulaires, division réductionnelle et division équationnelle. مزيان، division réductionnelle et division équationnelle. Elle permet le passage d'un état diploïde de zen à un état haploïde. Il permet le passage d'un état diploïde de zen à un état haploïde n. يمر يعمل على اختزال الصيغه الصبغيه الى النصف. فوالا الاخوان، بلا ما نطول عليكم لا فيديو ديال اليوم ما سالاش، والفيديو الجاي هو الاخر في هذا الدرس اللي هو مهم بزاف. الله يرضى عليك اخويا الزين ولا اختي الخايبه، الله يرضى عليكم اللي مشد معايا هذا الشيء، راه حتىش مهم بزاف. جوج تعاريف شدوا معايا، اخصاب والانقسام الاختزالي، متفقين؟ دابا ندوزو الفيديو الجاي. مرحبا بكم الاخوان.